سلام بنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بأحوال جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم بعض المشتريات ديالي من ايكيا. راكم عارفين كيكون المطبخ جديد، كتكون يلا كتجهزي فيه، كتشري بزاف الحاجات. ولا بغيتوني نشارك معكم كل حاجه شريتها قولوها لي في لي كومونتير، وما تنساوش تشتركوا في القناه باش يوصلكم ديما الجديد ديالي في الفيديوهات. غنبدا معكم اول حاجه، هما هادو ديال لاطريال اللي كيعرفوهم اغلبيه الناس. هادو ديال ايكيا، خديت منهم جوج، دايرين 4.99 اللي هي 4.99، هي 5 اورو تقريبا، هي 50 درهم مغربية. انا ما عرفتش شحال دايرين في المغرب، مي راه ايكيا كاينه في العالم كامل. اللي كنتو عارفين نتوما شحال دايرين في المغرب قولوها ليا في الكومونتير. وخديت هادو دايرين فيهم سولد، ما دابا حنا عندنا سولد هنا في فرنسا، فدايرين بزاف د الحاجات فيهم سولد. هادو نورمالمون كانوا ب 5 اورو، انا خديتهم غير بجوج اورو 40. هادو تما زوينين، تقدر ديري فيهم العطريه، ديري فيهم اي حاجه. كيجيو على هاد الشكل هنا، زوينين بزاف الشكل ديالهم وعمليين وكيتسدو مزيان. هاهم ربعة فيهم ثلاثة، عفوا، كيجيو زوينين. خديت منهم ثلاثة، وهادو قلت لكم خدت منهم ثلاثة. ها هي الثانية وها هي الثالثة. وخديت هادو اللي كيتحط عليهم هكا شي حاجة سخونة، مقلاة، كوكوط، على حساب شنو بغيتي تحطي فيهم. هادو دايرين 3 اورو، خديت منهم جوج. وخديت ايضا هاد الشوبور هذا ديال تقدر تحطي فيه الزيت، تحطي فيه ديكور على حساب نتي شنو بغيتي، تاهو ديال ايكيا. هذا نورمالمون كندير 15 اورو، كان غالي شويه الصراحه، كان كيعجبني ملي كان كيجيني غالي. فدابا دابا فيه السول داروه غير ب 8 اورو، 7 اورو 99 سنتيم. نوري لكم، نحيد شي هاب، ها هو انا نخلي لكم الصور ديالو هنايا. كيجي فحال هكا، انا نركبو معاكم البنات. شي تقطع شي بحال هكا، هدا راه زود كيجي بحال هكا. باقي ما عرفتش كيفاش كيركب، راه دايرين لينا كيفاش كيركب. كيجي بحال هكا، كتدخل هاد هنا وهاد هنا كيوقف بحال هكا. من بعد نركبو ليكم البنات ونوري ليكم كيفاش يجي، حيت انا دابا باقا ما عرفتش كيفاش كيركب. كيفاش كيركب هادا؟ خمس بحال هكا، ناوي بحال هكا. كتحطيه هنا، بعد معاناة. بون، ها هو تصايب، كتسهل صراحة، غير كان خاصني نشدو مزيان. قطعت الفيديو صيبتوه، انا وريتو لكم كيفاش كيجي. هذا كتحطي هنا حدا جنب البوطه، كديري فيه قطعه ديال الزيت، زيت العود، زيت روميه، وكتحطيها. كتقدري ما ديريش فيه الزيت، تقدري ديري فيه الديكورات، تقدري ديري فيه قريعات هكا ديال التوابل اللي بغيتي، تقدري ديري فيهم هذوك ديال الملح والبزار. راه صراحه زوين بزاف وشكله زوين. كان غالي في الاول حيت عود وكل ديري 15 اورو قلت لكم، كان غالي والحمد لله راه نقصوا منه عشان خديته. وخديت ايضا هذا الديكور هذا، هذا البنات كيجي بحال هكا، كيخدم بالحجر، راه زويون حتى هو، كانوا ناقصين منه. دير بحال هكا، كديري فيه الحجر وابقي كيخدم، راه والله كيجي بحال هكا. ها هو دايرين هنايا، هذا البنات راه كتبوا الاثمنه هنايا باش ما نتلفش عليهم، دير 2 اورو 40. راه حتى هو كان صولد، خديته صولد انا، ما عرفتش البخي ديالو الاولاني بشحال، مي انا المهم خديته صولد.
وخديت ايضا هاد الفانوس هذا زويون، خديت منه جوج. ها هو هذا ديال حتى هو كان صغير، خديتو اوروستين بالنسبه لي بقينا باش ما نساهمش. كيجي بحال هكا زويون الصراحه، والديكور ديالو غزال عجبني. حتى هو راه كيضوي كدير فيه الحجره بقى كيشعل. خديت منه جوج وخديت ايضا هادو. هذا ديال الوريدات، كتسقي به الوريدات، كتعبري بالماء كيكون زوين منه ديكور، منه راه كيسقي وريدات. صراحه هذا زوين بزاف عجبني. هذا خديتو ب كتبان لي بخيل تحت، خديتو ب 4 اورو. وخديت ايضا هادو ديال الماعن، ملي كتغسلي الماعن كتسطريهم فوقهم هكا بلا ما ديري شبكه بلا والو. فصراحه هادو احسن حتى من ناحيه الديكور، زعما ما كتبقاش شبكه فوق بلون طرافاي معكشاك، فراه هادو كيكونوا عمليين اكثر وكيتجمعوا، كتقدري تسغونجيهم ما يبقاوش يبانوا، كيجيو بحال الشكل هذا اللي خليت معكم هنايا وحده. هادو دايرين اوب، هادو دايرين الا ما خدمتش نكتب دايرين 3 اورو، حتى هما كانوا صولد في الاول كانوا دايرين 5 اورو، ابخي نقصوا منهم داروا فيهم 3 اورو. صافي هذا ما كان. نسيت هاد البلون، نوريهم هاد البلون ارتيفيسيال خديتهم زويني صراحه عجبوني، واخا بلاستيك مي ماشي مشكل، حيتاش هادو ديال حيت هادو الحقيقيين كيموتوا، هما كيكونوا زوينين صراحه في الاولين، يا ابخي دغيا كيموتوا، وراكم عارفين حيتاش اصلا ندير ليهم غير فاس صغيور كيموتوا، ماشي بحال في جريده من ديكور ديالهم حسن صراحه. مي هادو غير كيبقاو هكا باش نهرس بيهم شويه وصافي. خديتهم باورو، كانوا تا هما صول، كانوا نورمالمون 3 اورو، وانا خديتهم غير باورو اللي هو 10 دراهم ريبيا. هذا ما كان البنات، كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، الى عجبكم ديروا جيم للفيديو، شاركوا في القناه باش يوصلكم ديما الجديد ديال الفيديوهات، ولا بغيتوني نوريكم كيفاش ننظم معكم هادشي ديال العطريه وهادو قولوها ليا في لي كومونتير باش ندير لكم فيديوهات اخرين. وبسلام عليكم.